رئيس جمهورية تعمل ايه؟ انا احاول ابلغ اللي هو العقيد كامل الوزيري يزرع السكه الحديد دي صف النحات وصف النحات الزيتون، معه 5000 كيلو امتداد سكه الحديد، هيزرعها زيتون ومن هنا هيقدر يدي ليه يصرف على هي السكه الحديد من الزيتون، عشان هي بقى لها 100 سنه بالوضع اللي انت شايفاه كده. يعملوا اي مصلحه، يزرعوا زرع مثمر مثلا في البلد، يعني لما زرع زيتون هيدخل السكه الحديد من غير ما يرفع الدساكر على المواطنين. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي.